أعلنت الخارجية الإيرانية أن تمديد حظر السلاح المفروض على طهران خط أحمر وينتهك القانون الدولي. جاء ذلك في أعقاب تقديم واشنطن مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف لتمديد حظر السلاح إلى إيران، والمقرر أن ينتهي في شهر أكتوبر المقبل. ورقة ضغط جديدة تقودها واشنطن لتضييق الخناق على طهران. فالولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة إلى إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في شهر أكتوبر المقبل. تحرك أمريكي مدفوع برغبتها في عدم استيراد طهران للأسلحة الفتاكة والتي تستخدم في زعزعة استقرار المنطقة. مسعى واشنطن قوبل بتحذير من الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشيرا إلى أن إلغاء الحظر المفروض على الأسلحة الإيرانية هو أحد مكتسبات الاتفاق النووي. بينما قالت الخارجية الإيرانية إن الخطط الأمريكية خط أحمر وتنتهك القانون الدولي. وتضمن مشروع القرار منع جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران، بالإضافة إلى تفتيش جميع البضائع التجارية القادمة إلى الأراضي الإيرانية، على أن تقوم هذه الدول بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها إذا كانت أي منها ضالعة في أنشطة محظورة دوليا، إضافة إلى تجميد الأموال والأصول التي تدعم الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وتخضع إيران لحظر على توريد السلاح إليها منذ مارس عام 2007، وجرى تمديده عام 2010، إلا أنه تم رفعه بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2015 بعد مصادقته على الاتفاق النووي المبرم بين الدول العظمى وطهران. ملف شائك آخر على صلة بإيران على طاولة البحث الدولية، وهو الملف النووي، حيث طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع يعتقد أن السلطات الإيرانية خزنت فيها أو استخدمت فيها مواد نووية لم تعلن عنها. يأتي ذلك فيما تجري الوكالة اجتماعات لمناقشة أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل. دلائل جديدة تشير إلى تورط إيران في برامج نووية مثيرة للجدل. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن طهران لم تسمح لها بتفتيش مواقع مشبوهة رغم تقديمها طلبات عدة. مواقع ترجح الوكالة أنها كانت جزءاً من برنامج لإنتاج الأسلحة النووية. وفي هذا الصدد لفت مجلس المحافظين في الوكالة إلى أن طهران لم تدخل حتى الآن في مفاوضات جدية بشأن المواد والأنشطة غير المعلنة، تصريحات لم ترق لطهران التي عادت لاستخدام لغة التهديد والوعيد. نتمنى أن لا تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء بمجلس المحافظين قرارات غير ملائمة وغير بناءة بسبب ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل. في حال اتخذ قرار لا يناسبنا فسنضطر للرد بما يتماشى مع هذا القرار. أرجح أنهم يستطيعون توقع طبيعة الرد الإيراني. من جهتها تصر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تحقيقاتها مبنية على معلومات استخباراتية موثوقة. وإذا ما اتخذت الوكالة قراراً صارماً جديداً بشأن الانتهاكات الإيرانية، فسيشكل هذا القرار أول إجراء تتخذه ضد طهران منذ عام 2012، إجراء من شأنه زيادة التوتر وتعقيد مناخ المناقشات بين إيران والمجتمع الدولي، خاصة بعد تجاوز طهران سقف تخصيب اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي. وينضم إلينا من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية حسن راضي. أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. إذن تطور مثير حقيقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما طبيعة هذه الأنشطة المثيرة للجدل وتقوم بها إيران بعيدا عن الأنظار؟ طبعا أثارت المنظمة الدولية للطاقة الذرية يعني قضيتين أساسيتين في اجتماعها اليوم المخصص في مناقشة ملف إيران النووي، ويعني الملفين أو القضيتين هما عدم يعني حضور إيران في اجتماعات الطاقة الذرية لمدة عام
للرد على أسئلة وقلق الطاقة حول أنشطة إيران النووية. والقضية الثانية هي حول أيضا عدم تعاون إيران في تفتيش المفاعل المشكوك فيها أو المشتبه فيها بأن إيران تطور أسلحة نووية أو تخصب يورانيوم بشكل غير مسموح وخارج عن يعني الاتفاق النووي. هذين العامل القضيتين طبعا أثيرت منذ فترة طويلة، ويعني المنظمة طالبت إيران بالتعاون في هذه القضايا وبقضايا أخرى، لكن إيران ترفض، كما أنه إيران تجاوزت الخطوط الحمراء في الاتفاق النووي، منها تخصيب اليورانيوم بكمية أكثر من 300 كيلو جرام، وأيضا بنسبة أكثر من 3.5 المسموح في الاتفاق النووي. أستاذ حسن، ما هي المعطيات المتوفرة لديكم بخصوص الموقعين النوويين أو ثلاثة على الأقل التي تريد إيران أن تبقيهم بعيدة عن الأنظار؟ ما هي هذه المواقع أستاذ حسن؟ المواقع طبعا هي فيها يعني شكوك حول أمرين أساسيين. الأمر الأول هو أن إيران قامت بتجارب في مفاعلين نوويين وقامت بإغلاق ومنع وصول أي من المفتشين إلى تلك الموقعين النوويين. تجارب يعني اشتبه بأنه تجارب نووية، تخصيب يورانيوم أو ربما حتى تفجير يعني لمفاعل التفجير يعني لقنابل يعني تجريبية للوصول إلى قنبلة ذرية. هذا يعني إيران منعت يعني الوكالة الوصول إلى تلك المفاعلين، حيث هناك آثار تفجير أو انفجار يعني قنابل للتجريب. يعني هذا يعني أمر. والأمر الثاني أنه إيران أيضا يعني الوكالة عثرت على آثار يعني تخصيب يورانيوم بدرجات يعني عالية وغير المسموح في الاتفاق النووي. إيران أيضا كما يعني جاء في تقرير رافائيل غروسي أنه إيران تماطل لفترة منذ عام أنه لا تريد الرد على الأسئلة وتمنع الوكالة الدولية. ما حجج إيران أستاذ حسن في ذلك؟ يعني حينما لا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية لزيارة هذه المواقع، حينما لا تحضر اجتماعات الوكالة الدولية، أي حجج تقدمها إيران في هذا الإطار؟ طبعا هناك يعني الحرس الثوري هو الذي يهيمن على المفاعل النووية والعسكرية في إيران، وهو يمنع يعني تلك المفاعل حتى الحكومة الإيرانية أي حكومة حسن روحاني من الوصول إلى تلك المفاعل. أما الحكومة الإيرانية أي حكومة حسن روحاني التي هي الطرف يعني الوكالة الدولية، ويعني تجيب أعذار غير مقبولة للوكالة الدولية بأنه مفاعل عسكرية ومفاعل غير نووية، وبالتالي لا تريد فتحها إلى الوكالة الدولية بأنها غير نووية، لكن بالواقع هي خارجة عن إدارة حكومة حسن روحاني، وهي كلها يعني المفاعل بيد حرس الثوري الإيراني، ويمنع وصول الحكومة باختصار يعني أستاذ حسن في النقطة المتعلقة بالملف الأول وهو تمديد حظر السلاح على إيران، ما التداعيات التي يمكن أن يخلفها قرار كهذا باختصار لو سمحت؟ بطبيعة الحال أنه يعني أنه يمنع إيران من تصدير الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية في المنطقة، يمنع إيران من تصدير يعني السلاح إلى أي جهة أخرى، وأيضا يمنع إيران من استيراد الأسلحة من روسيا ومن غيرها. بطبيعة الحال يمنع إيران من التواصل مع الإرهاب والمنظمات الإرهابية وتسليح المنظمات الخارج على القانون في الدول يعني في الدول الإقليمية في المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن إيران بماسة حاجة إلى فتح يدها لتسليح تلك الميليشيات لتكون ورقة قوية في مشروعها التوسعي. لكن هذا القرار أي حظر يعني السلاح النووي على إيران سيمنع وسيقطع إيران من الوصول إلى تلك القاية. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن راضي الخبير في الشؤون الإيرانية، كنت معنا من لندن، شكرا لك. المساء انتهى، وغدا مساء جديد وملفات جديدة. إلى اللقاء.